مش حابيني لو انا احمد يا اخي عندك عامين ما اديتش كونشي ادي شهرين وقف ما حتى يرفض روحه شركة ديالك علاش ديرني فيها كي الخدام هو يغيب كيما يحب وانا لو كان نغيب ساعة يدير حال راح يبقى هكذا بعد ما ماتت ماما مش كيتش عاود زواج اسمع ولا جيت تحرش فيها على رشيد راك غلط عاود ولا كيما كان بعد ما ماتت ماما ما تخميش رانيا ما غاديش يولي كيما كان كاينه وحده ما تقولي ليش اكيد تخمي في كنزة يعني يا رشيد ديرني خدام عنده وانتي فريا لومانار ديريتهم خماسات عندك حنا لي زيسكلاف ديالكم من غدوة ليسكلافاج هذا سي بون ما انا ولا فريا نزلو شي حطو رجليهم كاع في الصالون بصح المشكل كيفاش نلاقيوهم البارح قلت لكم ما زيدوش تروحوا وانا نقول لهم يروحوا ولا ما عجبكش الحال كيف كيف بصح الخير مدام بصح الخير واش راكي لاباس الحمد لله وحشت برك رانيا وبغيت نشوفها مرحبا بك ما تقلقيش روحك ما شكيتش تقبل علاه ما تقبلش ولا نقول لك نبعث لك كونطابل تسنيهم ما عليه خلاص دوك نعيط لفريا نقولها تستناه واش راه رشيد شكون رشيد رشيد خويا رشيد خوك ايه رحت المره اللي فاتت عند المدام شفت وحده قالت لي انا خط رشيد حبيت نعرف اذا ماشي مخطوبه حبيت نناسبك اما انا نقول لك مبروك انا على بالي لو كان جا ماشي مليح انت ما توافقش عليه ربي يبارك يعطيك الصحه خويا مايسر شرفتونا الحاجه ان شاء الله كاع فرحي ان شاء الله الله يلنا في الغزال ديالنا بالبركه حاجه حاجه بالبركه يسلمك وليدي ارواحي لنا الوقت اللي حبيتي على السلامه الدار دارك سلامه سلامه يعطيكم الصحه انا والله غير عجبوني الرشيد الله يبارك الله يبارك ناس ملاح ما عندي ما نقول فيهم يا ربي العزيز مبروك على اختي هيدا نعقوبة اختي السلام نفرح بها خساره ما يش حاضره سليمه معانا اليوم راهي عيانه شويه معليش نهار اخر ان شاء الله في زواجك ان شاء الله ان شاء الله شوفي في العرس كاع يكونوا حاضرين ولا غنجيبهم كاع ان شاء الله هيدا مش حليمه ان شاء الله ان شاء الله نقص عليك واش بيك يدور غير الماكله والقاد والمشاكل زيد هذا النوار تاع عرسها العقوبة الكل فرح ان شاء الله ان شاء الله العقوبة معايا على بالك خلعتيني كي عيطيني نحسب كاش مسرة لا توحشتك برك انا تاني توحشتك ويهضر علي فاكونس لا بس مالكي مسمعتش في الساعه قيلها كي باغي ترديني لا برك بابا بطا شويه علاش باباك يجي دروك انا نروح قبل ما يلحق بيه لا قعدي مازال باش يجي بابا لا معليش اللي قاعدين نروح وعلى زيدي قعدي شويه لا معليش اللي قاعدين نروح الخير عليكم مدام واش راكي لاباس الحمد لله لاباس الحمد لله راكو في راحه رانا في راحه صحتكم بابا اقعد شرب حليب ماشي ضرب بنتي انا خصني نوتيرو نجي مدام خدي راحتك ديري لك شغل ما عنديش هنا لا معليش بروحي كنت رايحه لو كان تقعدي تسناي يوصلك ماشي خير لا رانيا اللي قلي نروح دروك وعلاش ما فيها والو ما تنساش رانيا بلي راني مطلقه والمطلقه كاع الناس تشوف فيها اي تبقاي على خير معليش تبقاي على خير سليمة سلامة
أنا جبري ربي عجباتو. وعلاه أول مرة يشوفها؟ لا لا بصح اليوم هضر معاها. تبان لي راكي تشوفي الحالة كيما عجبتك أنتي. بالك؟ بصح والله ما على باليش. بالك راني نحسب وحدي؟ بالك. رشيد واش راكم؟ الحمد لله. هاني نشوف كونجي خرج عليك. الحمد لله ربي. بصح نقولك صح توحشت شويه الخدمه. انا بالي ما قاعد لك شهر وتكمل. بصح ما تنساش بالي ثلاث بلاصتك كيتسنى فيك. من هذاك الوقت. اسمع رشيد جيتك على واحد القضيه تفكرتها البارح. غير خير. ترى بتاعك كيفاه نسيتو؟ والله نسيتو. وكيفاش حطيت البنيان ولا مازال؟ بصح راني معول. حرك روحك يا صاحبي على بالك بلي الشراوي غلا. على بالي. نقول لك حاجه احمد، ترى هذاك والله ما شريتو باش نسكن فيه. كنت نبنيها بشويه كاش فيلا للبنات، مقرت كي يكبروا يسيبوها. نظر هذيك ما قدرتش نخرج منها، عندي ذكريات فيها يا خو. اسمع انت دوك الذكريات هادو نتاعك يستاهلوا كاع هاد الشيء باش تسكن في ابارتمون وتخلي الفيلا؟ لا يا احمد، على بالك تجوزت فيها اوقات صعبه بزاف، بس عندي ذكريات ملح بزاف تانيت. ملح بزاف كاينة. هذاك هو الله يرحم كويس عليك. هي دارك مازال ما تشوريها. خيات وحبوا يشوروها دبر راسهم. ما كنتش نستنى في عرسك يلحق بهذه السرعه. مازال شهر. شهر يجوز بالخف. اسمعي انتيا، على ما تقوليش المنى اللي جيت عيش معاك، على بالي بلي ربيعه تقبل. لا لا عندي فكره اخرى، ونقول راشيد يشوف لي دار في حومته وتخلي دارك. نكريها كي يكبر ان شاء الله مهدي نرجعوا ليها. ما نقدرش نعيش هنا وحدي. هذه فكره مليحه، وانا زيد نقول لجمال يشوف لك دار قدامي باش تعيشي معايا. لا لا يا اختي، نلقى روحي قدامك، نعود ما نخرجش من دارك، غير خلي الراجل يعيش في راحته. حبيناك حتى يحصل كل طفل في موضوع حقه في الدراسة. رشيد حبيت نطلب منك حاجة بس ما ترفضهاش. طلبي واش تحبي اختي على عيني وراسي. انا حابينك تتزوج. بابا بابا بابا
عندك كلام خطير منا. صح خويا، حبيناك تعاود زواج. وشنو المره هادي احنا اللي نخيروها لك. سليمه، ماذا بيا نبي لك طالب لك تهضري عليه؟ بصح ما نقدرش. شوفي حاجه واحده اخرى، طلبي مني نجيب لك نيمبورت حاجه يا لو كان مطرف الدنيا. بابا تعيش تزوج على جهنم. هلا واش يخصكم بنتي؟ قولي لي واش يخصكم يا اخي. انا ديما داير المجهود ديالي باش نكون معاكم، وزيد انت راكي كبرتي اللي ما تين كبرت، ما تحتاجوش مره واحده اخرى. بصح بابا احنا رانا حابينك تكون مهني باش حنا تاني نتهناو. وانا الهنا ديالي كيشوفكم نتوما مهنيين ومرتاحين. بصح حنا تاني بابا كي تكون انت مهني حنا نكونوا مهنيين. دوك واش نلعبوا لعبه الدجاجه والبيضه؟ شكون الاول؟ تعيش بابا على جنة. صح، هاد الخطرة كنت تقولوا نتوما اللي تخيروها. راح نقول لي شكون راهي في بالكم. كنزة. شكون كنزة هادي؟ معلمة تاع رانيا. وقبل ما تهدر طلقها راجلها الخات عاكرة. ولا هادي خيرتوها لي؟ لا لا بابا، خيرتها لخاطرش تحبنا وحنا تاني نحبوها. وبعد موت ما حسيت حتى واحد يحبني كيما هي. معناتها انا ما نحبكش ما نحنش عليك. لا لا بصح انت بابا تحبني بالصفة عليك. يا سنو نتوما كي راكو تخططوا وراكم مدبرين هادشي هذا، افرضو ما تقبلش. اسمع، ما تقوليش هضرتي معها قبل ما تسقسيني. لا لا مازال ما هضرتش معها. صح بصح حتى لو كان ما تحبش تحب غير على جالي. حبيتي تقولي ما لا راح تقبل تزوج بيا غير على جالكم حتى ولا ما تحبنيش؟ بصح قلكم حاجه على هاد السبه اللي نقبل بلا ما نخمم. المهم تكونوا مهنيين برك. هذا ما كان هم بعد خديجة خديجة تهضر معها. وعلاش انا نهضر معها؟ بنتي كبرت ولا تخطب لي؟ يدير العرس. ما كان تكسري راسك محال يدير العرس. رانيا باكي ما تمسخري، ما شكيتش كنزة توافق. باش قنعناها تقبل في 15 يوم زيدو نقنعوها للعرس، ما راحوش صغار. ايوا علاش هكذا؟ انا قلت فال مليح. حبيتي يدير لها تبهدله في الحومة. رانيا معليش شيطان،
وما تقوليلوش ها، ما تقوليش الرشيد، انا تاني ما نقبلش. ونقعدوا هكذا في السكات. لو كان عليا انا نكري في ريستوران نتعشاو كيف كيف بلا ما يسمعوا بينا الناس. ماما انا جاب لي ربي هكا خير. مالك عدت هكذا قمعوه باش يروح في واج دو نوس. هذه صحه، ماذا بينا يقبل تا هو راه عيان. واش مازال ما كملتوش الاجتماع تاعكم؟ مازال. انا ليا كملتو وتفاهمنا باللي مول العرس تروح انت وكنزة شهر. شهر كامل تساعدنيش، خلي بناتي ونخلي خدمتي. رشيد ما تقلقش عليهم راهم عندي. خلاص رانا عند عمتو حكيمه وعند عمتو حليمه. نقولك انت حبيتي تزوجيني وانت اللي حبيتي تدبري كاع هادشي، دبري راسك ديري واش تحبي. ما انا نقول لك حاجه، دوك نعيط لكنزه ونقولها واش من البلاد هي حابه تروح، نروح نريزيرفي لكم ومن بعد من كده نخلص. هذا اللي درام تخلصي بلكي برك تقول لك تعيتي. لا لا ما شكيتش، رشيد كل اللي تخت خديجه ملي جبتهم هي تزوخ. هادي ماما هضري واش بهم صغار هكذا ما نحبهم صغار. دوقي دوقت دوقت كليت الحليب. اي دوقي من قبل ومن بعد هضري. كليت من قبل يا بنات بنات صح صغار. انا نحبهم صغار هكذا. احمد يحبهم ما يشبعوش. ها بنات يا احمد اللي جبتيهم منهم. قولي thank you.
الله يرحمها جميل. وعلاش خديجة اختي؟ انا غير نشوف امك دابا فرحانه نقول الحمد لله. انا ثاني نفرح. ما يلقاوش يمات كيما كنت. راني باغية ندخلو. هلا تقلقتي ما عجبكش الحال؟ لا لا توحشت البنات هذا مك. قولك صح انا تنت والله غير توحشتهم وماشي مالف نخليهم عند عمتهم هكذا. وشنو كنت حاب نقول لك وحشمت اخت الزعفي هي وقتاش راك حابه تدخلي؟ ماذا بيك اليوم؟ خلاص نجوم ندخلو. مرحبا مرحبا بخير خالو. مرحبا بخير رانيا. وش رايك؟ صباح الحمد لله. هو ضايع في الدار؟ ايه تحقيها اسحقها باش تجي تقضي معايا شوية للدار. وباباك مازال ما جاش؟ لا لا راه جاي العشية على بالك 15 يوم تقلق حبي يولي بالسيف للدار. معلوم ما راش براسو. على بالي مالا تخليه هدى العشية تجي معايا باش نبدلو شوية الديكور تاع الدار نديرو سيربريز لبابا وكنزة. ايه كي تكملو قضية تطلع معك. صحة خالو. المهم تتهني انتي.
ما كان حتى واحد وراهم هذوما. معني هدرت مع رانيا الصباح. ايه رشيد شوف هذا. على سلامتكم. الله يسلمك. شو الحقاره ديالك؟ شنو هاد السيبريزه ديالك؟ دارقين ما نعرفهاش. دو خدامك انت يا. صح. انا راني حابه نعرف حاجه واحده، على تو تجرو واش قلقكم؟ والله عليك. تقلقت وحش البنات حبيت نشوف البنات. جوزي 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 تريحه. واش؟ سلمون راشد ما دافع جوزي كيفاش جوزي اختي تريحي عندها في وسطكم العروسه ولا ما بسليش العروسه ما تبوسيش انت وهذه ما تبوسيهاش لا سيربريز لا سيربريز هذه سيربريز وقعت رحمة بعد يا عيانة يا عيانة لاباس الحمد لله واش راكي كنت صح الحالة والله راهي بدلت بدلت بزاف لاباس عشيتكم حتى انتم ما تبدلتوا رجع ليكم جيتوا مقلقين برك هاي راه برك حاجة أنا تما واقري معاكم مع البنات الله يعطيك ما تقلق ما والو رانا معاكم كنا عندنا ما تقلقش تهلات فيهم حليمة كل شيء كلها فطور خليه يريح كولات هاي ناكلوا لي كاطو ومن بعد نهضر وي كاطو تاع خديجه اللي طاح تاع خديجه شي مزهروه عطيني وحده انا راح نصبر ولا صابر عليهم ثلاث سنين درتهم شويه كبرت بدا ربي هاد الخضار ماشي مزهروه هادو ما شريتوهم ما تقوليش طيبتوهم لا تعرف خدك خديجه طيب كلش انا طولتي كملت مع لي مالاد وخرجت يحقا نسيت باش نقول لك تلاقيت مع خوك رشيد كان بالطوموبيل كلاكسونيت له ما سمعنيش كان معايا العائله ديالو كان يضحك ويقصر بيان كاع ماشي عوايدو خويا رشيد مولف يمشي قباله وعلى باله واش راهو يدير بالك هذه الخطره راهو فرحان بزواجه اسكت برك كنت في سليمه ورانيا الحمد لله اللي طاح في مراك كيما كنزه شحال مليحه معاهم تبالك برك ساكته دير واحد الطوايش يدلو يقصروا ويضحكوا وكيزيد يجي من الخدمه يخرجوا يحوسوا بالك كي جديد برك واش معناتها انت تاني في الاول تخرجني وتحوس بيا ما كي نخدم تغلق عليا في الدار مالك جبتي الموضوع لازم نتفاهموا جاب لي ربي الحق الوقت باش نديسيدي ولا دار تاع المارياج الو وي حليمه ما عنديش لاكارد اليوم ما نطولش دوك نجي هيا صح اختي الحشيه واش بيها والله ما على بالي كيفاش ندير مع هذيك المراه
سميسي وفهموها. ها المشكل ماشي فيها هي، هي راضيه بلي واش كتب لها ربي، المشكل في مهدي. واش بيه تانيك مهدي؟ ما حبش تدخلوا في راسه بلي باباه مات، يقول لك بابا حي تودر برك. صح، الطفل في السن ديالو ماشي ساهل يتقبل هاد الشيء. بابا يخرج من الغرفه ديريكت ومن بعد يقولوا له مات في الحمله. عبالك جمال انا هي السبه، هي في الاول قالت لي نقول له بلي مات وخلاص، انا اللي قلتها لا لا لازم تقولي له الصح. كي حكيت له نشفى لها ضحك شويه، ما تقلها لا لا بابا راه حي يجي نهار ويولي. واش راهي دير معاه؟ على بالك الحاله كيما هذه صعيبه بزاف بزاف. عبالك مراتي بالك اللي ويستنى فيه باغ اكزومبل بيصوني التليفون ولا يدقطقوا في الباب يروح يجري، وكيما يلقاش هو يزعف. مسكين ديجا هي ما جات توالف حتى بالسيف، زاد لها وليدها يد اللصق فيها، كان يسب كامل ما يبعدش عليها. لازم تفهميها، ما لازمش تولف له هذه الحاله. اسمعي ما تقولي ليش راهي تبيتوا معاها في البيت. صح في الاول كان يبات معاها، ما تسينا كيفاش نقنعوه باش لازم يولي يبات في شومبرتو. لما تديش البسيكولوج حليمه ما حبتش، قالت لك ما تزيدش تكمل عليه بسيكولوج يجي النهار وينسى. يا اخي قلتي لي كانت العلاقه مليحه بزاف بزاف وكانت فرحانه بهذه العلاقه، وواحد النهار قلتي لي بلي عمرك ما ظنيتي لي بلي حليمه تولي تحب سالم. صح كانوا يضحكوا ويقصروا ومرات يخرجوا يتعشاو معنا ولا مع مهدي، ساكن كانوا يوجدوا باش يروحوا فواياج قبل الحمله. يظهر لي هي تاني راهي مأثرة بأفكار تاع مهدي، وراه غير يعبر واش كاين في مخها. هذا ما كان لا لا ما شكيتش، لو كان تخمم هكا لو كان لايقات لي. مش عارف انا درك اسمي لو كان تسقسيها بالك تصارحك. لا لا جمال امبوسيبل نجبدلها في هذا السوجي. السجي ديالنا اين نروح نفطر؟